بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، شهادة ارجو بها الزلفى لله سبحانه وتعالى، واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. طبعا لما انتهينا من الوضوء، وهو غسل أعضاء الوضوء، عقبه بذكر طبعا السواك بينهما، لأن السواك هو أيضا من سنن الوضوء ومن الطهارة طبعا، ومسح الخفين هو بدل، يعني بعض الأعضاء بدل من الغسل تمسح في الأحكام التي سوف تأتي. وهذا مناسبته يعني ذكره هنا، لأنه من الوضوء أو صور من صور الوضوء، من حيث إنه مسح بدلا من الغسل. والخف هو كل ما يلبس في على القدم ويغطي الكعبين، ولهذا عندهم الخف، وعندهم الجورب، وعندهم الجرموق، وعندهم الموق، وتختلف على كل حال. وعندنا الآن أنواع ما يسمى الجزم تلبس في القدمين، منها ما له ساق طويل، وكذلك الحال عندهم الخف، يعني هو ما غطى الكعبين، أنا غطى الكعبين يسمى خف. والجرموق عندهم أكبر من 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 الخف، بمعنى أكبر بمعنى أنه يمتد إلى الساقين، أو يلبس فوق الخف، يلبس فوق الخف. والجورب يقول أكبر من الجرموق، مع أن الجورب عندنا تقريبا قد يماثل الشراب، الشراب اللي يلبس على القدم. والموق يلبس فوق الخف أيضا كذلك. حتى نحن عندنا كما تعلمون نلبس الشراب ونلبس فوقه الجزم اللي الخف أخفى. المقصود أن الخف أحسب أنه يجمع كل هذه، كل ما يلبس في القدم ويغطي الكعبين أو يكون ثابتا فهو خف. أما النعل لا، النعل لا يغطي القدم كله، قد يغطي الجزء الأمامي وقد يغطي يعني بعضه، لكن هو أما الخف فهو يغطي
القدم كله. والمسح هو إمرار اليد مبلولة، المسح على الرأس والمسح على القدم. وسوف نأتي إن شاء الله على بيان صفة المسح، صفة المسح كيف يمسح. المقصود بالمسح هو إمرار اليد على العضو وهي مبلولة، بخلاف الغسل. الغسل هو صب الماء على العضو حتى يسيل، فإذا سال الماء صار غسلا، وإذا لم يسل مجرد بلل فيسمى مسح، فتكون اليد مبلولة ويمسح بها، سواء كما سوف يأتي معنا في الخف أو في الجبيرة أو في الجبيرة فإن مسح. وكذلك مسح الرأس، حينما يتوضأ يمسح رأسه مسحا ولا يغسله غسلا، بمعنى أن تكون يده مبلولة ويمر بها على رأسه، على ما مر معنا في صفة المسح، في صفة مسح الرأس. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طبعا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان أسلم متأخرا إلى حد ما، لكن هذه الواقعة في غزوة تبوك وفي صلاة الفجر كما في صحيح البخاري. هذا كان في سفره في تبوك، وتبوك طبعا كانت في رجب في سنة التاسعة، متأخر جدا. كنت يعني في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المغيرة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يعني في غزوة تبوك. وقل إن الصلاة هي صلاة الفجر. فأهويت قد يكون قائم وأراد أن ينزل، هذا يسمى هوي، وقائم ثم هم أن يقعد أو أن يجلس من أجل أن طبعا ينزل خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هوي. أو أهويت بيدي، قد يكون جالسا وأهويت بيدي، فالهوي قد يكون بالجسد كله، كان قائما ثم هم أن يقعد، أو هو بيده لينزع خف، فأهويت لينزع خفيه معنى. وهذا من الخدمة، وهذا أيضا يدل على، ومر معنا كذلك في حديث السواك كذلك، ومر في بعض أحكام الوضوء أنه يعني، وقلنا إن في لفظ في الوضوء في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، هذه خدمة أيضا، فهذا يدل على أولا استحباب خدمة أهل العلم والفضل، وأيضا ولو كانوا أحرارا، كانوا حر، أنس حر، والمغيرة رضي الله عنه من دهات العرب أيضا، المغيرة من دهات العرب، يعني معروف أنه يعني قال دهات العرب أربعة، قالوا معاوية والمغيرة وعبد العاص نسيت الرابع، فهم هذه دهات العرب. ومع هذا كان على مقامه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن خدمة أهل العلم والفضل أن هذا يعني لا شك أنه أمر يعني ينبغي أن يفشو من حيث تقدير أهل العلم وتقدير أهل الفضل وتقدير أصحاب المقامات لمكانتهم، وهذا ليس من الكبر، كما أن الخدمة ليست من الذلة، إنما هي لا شك أنه يعني شيء يعني يضعه الله في بعض النفوس، من حيث أولا قد تكون استحقاقه الخدمة، أو الخادم أيضا حيث تواضعه وطيب نفسه.
المقصود أن المغيرة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يخلع نعليه خفيه مساعدة يعني، وإلا الرسول قادر على أن ينزع خفيه، لكن هذا من باب الأدب ومن باب الخدمة. قال فأهويت لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا هو الشاهد، أن قال فمسعى عليهما، هذا هو الشاهد. أولا المسعى خفين هو من خصائص هذه الأمة، الوضوء ليس من خصائص الأمة، الوضوء كما مر معنا ليس من خصائص هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، وضوء الأنبياء من قبلي. أما المسح الخفين فهو من خصائص هذه الأمة، وهو لا شك أنه طبعا يعني من كمال الدين ومن نعمة الله علينا، وهو نوع من التخفيف ونوع من الرخصة. وأيضا يكاد يجمع أهل العلم عليه ما عدا طوائف شاذة كالشيعة والخوارج لا يرون المسعى الخفين، ولا شك أن النصوص تحجهم، النصوص تحجهم في الكتاب والسنة، ولهذا في قوله في قراءته وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، القراءة المكسورة وهي سبعية أيضا فسرت بأنها أيضا مسعى الخفين، مسترات بالمسعى الخفين. أما الحديث فذكر العلماء أن روي عن 70 من الصحابة، وحتى أوين كان نقل لكنه لا يثبت عن بعض الصحابة أنهم لا يرون المسح، لكن الواقع أن الصحابة كلهم يقولون بالمسح، فهو يكاد يكون مجمع عليه. وأيضا النقل عنه يكاد يكون متواترا، بل ذكر العلماء أنه متواتر، أنه أن نقل المسح فإنه من المتواتر. وكان عيوبهم أيضا حديث جرير لهم بهذا الجري حينما قال مسعى الخفين وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسع الخفين، وإسلام جرير كان متأخر جدا، إسلام يعني بعد نزول آية المائدة، لأن آية المائدة ليس فيه تصريح بالمسعى الخفين، لكن جرير يقول مسحات من قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح خفيه. وأيضا هناك مقولة تبوك كذلك أيضا في سنة 9، وآية المائدة نزلت في غزوة المريسيع في بين المصطلق في السنة 6، بل الوضوء مشروع قبل آية المائدة، الوضوء مشروع مع الصلاة كما قلنا، حتى قلنا مشروع في قبل الهجرة، فلا لا 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 إشكال أبدا في ثبوت المس على الخفين. ولهذا بعض أهل السنة أحيانا يذكرونه في باب العقائد ردا على من خالفهم كالشيعة والخوارج، فيقولون ولنا المسح أو نقول بالمسع على الخفين، ونقول يذكرونه من باب العقائد تنبيها إلى المخالف من الفرق الثانية الأخرى. والمسح على الخف ذكر العلماء أن له شروطا، منها أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، وإن كان أظن عند أبي حنيفة لا يشترط الطهارة، لكن على الصحيح لأنه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فهذا يدل على أنه تشترط الطهارة لي للخفين، بمعنى أنك إذا أردت أن تمسح على خفيك لابد أن تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبس الخفين، وحينئذ تمسح عليهما. سوف نأتي بعض التفاصيل إن شاء الله. ويلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يعني بعد أن يتطهر بالماء الوضوء الكامل، يغسل يتمضغ ويستنشق ويغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح رأسه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، بعد ذلك يلبس الخفين، حينئذ يمسح عليه ما يحتاج فيما بعد على ما سوف نأتي بالتفصيل إن شاء الله. كذلك أيضا قالوا أنه لابد أن يكون الخف ساترا للمفروض،
بمعنى يغطي القدم ويغطي الكعبين، لأن يعني إذا كان أقل من الكعبين فإنه لا يمسح عليه، لابد أن يغطي المفروض. والمفروض كما مر معنا في الوضوء أنه أن الرجل تغسل إلى الكعبين، والذراع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان والكعبان داخلان في المغسول والممسوح. الخف لابد أن يكون ساترا للمفروض، وأيضا يكون ساتر يعني ستر معتاد، لا يكون شفاف ولا يكون مخرق تخريقا شديدا، وإلا قد يكون التخريق الخفيف ما يضر، لكن إذا كان شديدا بحيث يظهر جزء كبير من المفروض لا، فهذا لا يمسح عليه. أيضا قالوا لابد أن يكون يثبت في نفسه، يعني حينما تمشي عليه ما يطيح، ثابت، سواء كان مربوطا أو كان بطبيعته كما كثير من الجزم في عصر الحاضر، بعضها لا تحتاج ليس فيها خيوط، وإنما مهيئة بحيث إذا أدخلت رجلك فيها فإنها تثبت وتمشي بها. فلا بد قالوا أنه يكون يثبت بنفسه، ولا بد أن يكون مباحا يعني غير مغصوب، ويكون ليس بمحرم كما لو كان من حرير أو كان جلد خنزير أو كان مسروق. قالوا لابد أن يكون الخف مباحا، كذلك أيضا أن يكون طاهر العين كما قلنا، بمعنى لا يكون الجلد خنزير ولا الجلد كلب من الجلد نجسة العيان. هذا ذكروه في شروط الخف. والمسح قالوا كيف ما مسح جاز. أبو حنيفة رحمه الله يقول ثلاثة أصابع، والذي يبدو أنه كيف ما مسح، والفقهاء يقول يبدأ من رأس أصابعه ويمر يده هكذا إلى ساقه باليد اليمنى واليسرى هكذا. وعلى كل حال كيف ما مسح، باليمين بالأمام خلف، الأمر واسع. والمسح يكون لظاهر القدم، وبعض العلماء يقول يمسح باطن القدم، لكن في حديث علي وكان فيه ضعف، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لكن متفقون على أنه إذا مسح ظاهر خفه أنه يكفي، ولو اقتصر على مسح أسفله ما يكفي، فيمسح ظاهر الخف إن شاء الله ويكفي ظاهر القدم يعني. كذلك أيضا من أحكام المسح أنه الحنابلة يقولون يبدأ من يعني المدة، طبعا المقيم يمسح يوم وليلة يعني 24 ساعة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. مدة المسح المذهب يقولون الحنابلة من حدث بعد لبس، وقول آخر لا، من أول مسح. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أنت توضعت صلاة الصبح وضوءا كامل، ثم لبست الخف، لبسته مع صلاة الصبح وأنت ذاهب إلى المسجد تصلي، فلبسته، لم ينتقض وضوءك إلا الساعة 11 صباحا. في المذهب عندنا يقولون يبدأ الحساب من 11 من حدث بعد لبس، وقول آخر لا، أنه يبدأ من المسح، لو أنك ما مسحت الساعة 2 ما صليت الظهر، ما توضأت الظهر إلى الساعة 2، فيبدأ الحساب من الساعة 2، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه يبدأ من المسح. أنت لبست الفجر لكنك بقيت طهارة إلى 11، ولم تحتاج تتوضأ إلا الساعة 2 عشان تصلي، فإذا يبدأ الحساب من 2. فإذا كنت مقيما غدا الساعة 2
ينتهي مدة المسح، وليس غدا الفجر، لا غدا الساعة الثانية. وإذا كنت مسافرا 3 أيام إذا جاء الساعة الثانية. هذا هو ابتداء مدة المسح. الشيخ طبعا لم يذكر المسح على الجبيرة، لأن الشيخ يذكر الحديث الذي في الصحيحين، ويبدو لم يكن في المسح على الجبيرة في الصحيحين، لكنه ثابت. الجبيرة طبعا سميت جبيرة من أسماء الأضداد تفاؤلا، ولا ما هي جبيرة، هي كثيرة، لكن من باب الفعل قالوا جبيرة، ولا هي كثيرة مكسور ما هو مجور، لكن من باب الفعل. وهذه طبيعة العرب، لغتهم يعني لطيفة مؤدبة. الأعمى يقول له بصير، هو ما هو بصير أعمى، بس من باب الأدب، من باب الأدب هو بصير. واللديغ الذي لدغته الحية سمى سليم أدبا يعني وتفاؤلا، ولا مو سليم، هو مريض مصاب، لكن يسمونه سليم من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. والصحراء يسمونها مفازة، وهي مهلكة، ما هي مفازة، مفازة من الفوز، لكن من باب التفاؤل يسمونها مفازة، وإلا هي مهلكة ليست مفازة. كذلك هنا جبيرة ولا هي كسيرة من الكسر، لكنها من باب الفعل، و يعني رجاء السلامة قالوا جبيرة من الجبر. هناك فروق بين الجبيرة والخف. أولا الجبيرة ما يحتاج أن تبس على طهارة، لأن الجرح يأتيك ما تدري متى، تمسح إذا احتجت. والجبيرة تمسحها كلها، الخف تمسح الظاهر قلنا، لكن الجبيرة إذا كانت عليك تمسح اليد كلها. الجبيرة ليس لها وقت، ما نقول يوم وليلة وثلاثة، لا، ما دامك محتاج تمسح، حتى لو 20 يوم لو شهر، ما دام مربوط تمسح، ليس لها وقت. لكن ينبغي في الجبيرة أن تكون في حدود المطلوب بس، لا تزيد. إذا كان عندك جرح خفيف هنا، لا ينبغي أن تربط يدك كلها والذراع كله، إنما تربط في حدود المحتاج إليه، في حدود المحتاج إليه، ولا تزيد. وعلى كل حال قد يقدر هذا المختص من الطبيب ولا الممرض ولا صاحب الذي يعني يشتغل في هذا الفن. الجبيرة لا شك طبعا عند الحاجة، بينما الخف لا، تلبس واحد من غير حاجة. لو لبس خوف يعني قد تلبس في الشتاء عشان البرد، لكن في الصيف قد تلبس خوف من غير حاجة، لكن غالبا الجبيرة ما تكون لحاجة، بينما الخوف لا، ما تكون كمالي كما يقال، أحيانا تلبسه زينة، تلبسه لحاجة أو لغير حاجة. الخوف لا تمسح به في تمسح عليه في سفر المعصية، لأن رخصة، والرخصة لا تسبح بالمعاصي. لو ذهبت لتسرق، أو ذهبت لتقطع الطريق على الناس، أو لتقتل، أو تسرب خمر، تسافر للمعاصي وللزنا، هذا سفر معصية، هذا سفر معصية. فليس الإنسان أن يمسح على خفيه ما دام أن سفره سفر معصية. بخلاف لو عصى في السفر، بمعنى هو سافر لزيارة أقاربه، أو سافر للحج ولكنه عصى في السفر، شرب خمرا أو سرق، فالسفر مباح، هذا يمسح، يعني لا قال لا يمسح بسفر معصية، لكن في سفر معصية لا مانع، المعصية في السفر، لكن المعصية بالسفر لا.
فإذا كان السفر مباح وأتى به فيه معصية يمسح، أما من الجبيرة فتمسح سواء كان في سفر معصية أو سفر غير معصية لأنها الحاجة. المسح الخف مدة المسح ينتهي أو يبطل الوضوء لمن لمس الخف بانتهاء المدة أو بخلع الخف أثناء المدة بحيث لا يلبس مرة أخرى ويمسح عليه. وإن قال بعض العلماء أنه يستمر على أنه لا ينقضه إلا نقض الوضوء، لكن لو خلعه لا يلبس مرة أخرى إلا إذا توضأ. لكن هل ينتقض الوضوء ولا ينتقض؟ على كل حال لعل صحيح أنه لا ينتقض، لا ينتقض ما دام أنه كان متوضئا، بمعنى مجرد خلع الخف لا ينقض الوضوء. كذلك أيضا ينتقض فيما لو، طبعا الخف والمسح لا يمسح إلا إذا كان إلا في الحدث الأصغر، الحدث الأكبر لا، لو كان عليه جنابة أو المرأة تغتسل من الحيض ما تمسح، إنما المسح هو فقط في الحدث الأصغر بخلاف الجبيرة. الجبيرة يمسح، الجبيرة يمسح في الحدث الأكبر، لو كان عليه جنابة وهو عليه جبيرة يمسح عليها، لا يعرضها للماء إذا كان ما يضرها، لا يعرضها إذا كان ما يضرها. بينما الخف لا، الخف لا يمسح فيه إلا في الحدث الأصغر، في الحدث الأصغر من نوم أو ريح أو بول أو غائط. تقريبا هذا ما يمكن أن يقال في بعض أحكام المسح. وحديث حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه، هذا يدل على أنه يعني فبال فتوضأ بمعنى أنه انتقض وضوءه، فلما توضأ وكان عليه خفان مسح على خفيه. فالحاصل كما قلنا أن مسح الخف الخفين من خصائص هذه الأمة، وهو رخصة بالله عز وجل وتسهيل على هذه الأمة. وقلنا إن مدته في الإقامة المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، وأنه يعني الأمر في واسع كيف ما مسح جاز. وكل ما يسمى خف أو جورب كالجوارب ما يسمى الشراب الآن اللي تلبس، فهذه أيضا يمسح عليها. وإن كان بعضهم يشدد بحيث يقول لابد أن يكون صفيقا بمعنى لا ترى البشرة من تحته، لكن لعل الأمر في هذا أوسع إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.